الأهرامات طالما حيرت الباحثين والعلماء وكل الناس حقيقة لسنوات طويلة، لكن دراسة حديثة قد تحل اللغز وتكشف لنا كيفية نقل الكتل الحجرية الضخمة. الخبر الأبرز في عالم الآثار طبعا اكتشاف فرع جاف لنهر النيل كان يتدفق بقرب من الأهرامات. نفهم الأسرار طبعا مع رئيس الفريق البحث المصري المشارك في هذه الدراسة. لكن قبل أن نتعرف على هذه الدراسة والتفاصيل، نروح للزميلة ولاء اللي راح تستعرض لنا الفرضيات السابقة لبناء الأهرامات. يسعد صباحك. يسعد صباحك ريم، شكرا. منذ اكتشافها ظهرت عدة نظريات حول كيفية بناء الأهرامات، منها نظرية بناء الأهرامات بطريقة المنحدرات، وهذا يظهر في شكل هرم خوفو شديد الارتفاع. أما في ثمانينات القرن الماضي ظهرت نظرية مختلفة تقول إن هيكل الأهرامات تشكل من خلال صب خرسانة مذابة من الحجر الجيري بقوالب خشبية وإضافة طين وماء إلى الخليط ليعطي شكل البلوك الخرساني. أما أحدث فرضية تتلخص بدفع الأحجار على أطواف خشبية عبر نفق ممتلئ بالماء تحت الهرم، ومجرد دخولها ثلاث بوابات يتم عبورها إلى بئر عميقة ثم رفعها بقوة دفع الماء. عودة إلى ريم ولا على هذه التفاصيل. خلونا نرحب بضيفنا من القاهرة الدكتور جاد القاضي، أستاذ الجيوفيزياء ورئيس الفريق البحثي المصري المشارك في هذه الدراسة. يسعد صباحك دكتور، وهلا وسهلا فيك. يعني واحدة من كانت النظريات تقول إنه كان هناك نهر قرب الأهرام وهو اللي كانوا بينقلوا فيه، اليوم يبدو إنه هذه الدراسة أو هذه النظرية صحيحة. أولا يسعد صباح حضراتكم وكل مشاهديكم ومتابعيكم في المنطقة العربية. طبعا التقرير اللي حضراتكم عرضتوه ممتاز جدا، وده بيأكد وما زال بالفعل هناك نقاش وجدال عن فرضيات بناء الأهرامات. عارفين في مصر قرابة 100 هرم، بدءا من أهرامات الجيزة حتى جنوب أسوان. لكن النقطة المهمة جداً أياً كان طريقة البناء وطريقة رفع الأحجار، الأحجار كلنا نعلم أنها تم نقلها من أماكن محاجر بعيدة من القاهرة أو من بناء الهرم نفسه. وهنا السؤال، كيف تم نقل هذه الأحجار، سواء الأحجار الجيرية من شرق النيل أو الأحجار الجرانيتية من جنوب مصر من أسوان؟ وهنا السؤال أو الفرضية اللي افترضناها وتم طرحها في عديد من الأبحاث القديمة الأثرية بالفعل، في الدراسة الحالية تم تأكيد جزء من تلك الفرضيات، أن الأحجار دي تم نقلها عن طريق أحد الأفرع القديمة لنهر النيل. وطبعا جيولوجيا معروف أن نهر النيل كان ليه عدد من الأفرع معظمها اندثر باستثناء دلتا النيل والفرع أو المجرى الرئيسي الحالي. طيب إيش هو الاكتشاف الجديد الآن؟ هل هي موجود بالفعل هذا الفرع للنهر؟ هل موجود وجدتموه؟ يعني أخذناها. نعم، الفرضية اللي أخذناها أن هناك مجرى مائي للنيل بالقرب من الأهرام. مظبوط. أو الأهرامات، والمنطقة اللي اشتغلنا عليها قرابة 31 هرم، إذن بالطبع لا يجب أو يتحتم أن يكون هناك ممر مائي. باستخدام الصور الجوية بدأنا نعمل تتبع للأماكن أو أكثر الاحتمالية لتواجد هذا الفرع. باستخدام التكنولوجيات الحديثة والجيوفيزياء وأدواتها المختلفة تم إجراء قياسات في مناطق مختلفة وتجميع تلك القياسات، ووصلنا إلى نوع الرسوبيات المكون للنهر. النهر اندثر، طبعا نعلم أن نهر النيل وكمية الماء الحالية الموجودة فيه أدت لاندثار أفرع عديدة له. أيضا هناك فرضيات جيولوجية تقول أن نهر النيل أصلا تحرك أو حصل له هجرة أو ميجريشن من أماكنه. نعم. فمقترح أن الفرع المندثر هذا كان ممر رئيسي أو مجرى رئيسي لنهر النيل آنذاك، وده اللي احنا حاليا بنعمل عليه عملية تأريخ أو ديتنج حساب العمر لتلك الرسوبيات، وده هيكون فيه يعني مخرجات بحثية قادمة إن شاء الله. يعني نقدر نقول أنه لغز بناء الأهرام أو نقل هذه الأحجار الكريم الكبيرة جدا أتحل؟ هل أتفك هذا اللغز وهذا السر خلاص أصبح هو هذا بالفعل الآن هذا هو الجواب؟
الجواب يمكن معلوم مسبقا، لكن احنا اكدنا على هذا الجواب بالطرق العلميه. مظبوط. طب الان ايش اللي راح يحصل؟ يعني الان الاكتشاف لهذه المنطقه راح ترجعوا الماء فيها، راح تحيوها من جديد، ايش راح يحصل؟ يعني انتم كوزاره الاثار في مصر شو ايش اللي راح تعملوا تجاه هذا الموضوع؟ النتيجة اللي وصلنا ليها أولاً هي بتجاوب على فرضية نظرية كانت موجودة، سواء الفرضية كانت مطروحة من الأثريين أو الجيولوجيين، لكن حالياً الإجابة أصبحت واضحة بالبيانات العلمية الحديثة. هناك يعني موضوعات أخرى مقترحة، نعلم أن هناك تغيرات مناخية، هناك شح مائي، الوصول لأفرع النهر القديم والوصول لنتيجة منها آلية الزراعة، المناطق اللي كانت خصبة أو مزروعة قديماً هل هناك محاولات لإعادة زراعتها واستخدام تلك المجاري المائية القديمة حيث أنها كانت تربة خصبة بالطبع. هناك يعني طرق عديدة يمكن الاستفادة منها، ليس فقط في المجال الأثري لكن أثرياً بالطبع. يعني الزملاء العاملين في مجال وزارة السياحة والآثار ممتاز. يمكن الاستفادة من تلك النتائج والإجابة على التساؤلات والفرضيات اللي كانت موجودة فقط نظريات على الأوراق. مظبوط، يعني أكيد هذا راح يفتح أبواب أخرى ويجاوب على الكثير من الأسئلة ويثبت أو ينكر بعض النظريات الأخرى. الأستاذ الدكتور جاد القاضي، الأستاذ الجيوفيزياء ورئيس الفريق البحث المصري المشارك في هذه الدراسة، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.